السلام عليكم ازيكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير قلب اختك قلب اختك صباحك عامر بذكر الله صباحك فل وقشطه صباحك طاقه ايجابيه كده يا عمر اختك النهارده بقى كده صحيت وعملت كوبايه بقى كده نسكافيه في القلب والله في القلب حطيت اتنين كوكيز كده كانوا موجودين عندي بقيت بسكويت الولاد يعني وقلت اقعد يا بنتي يا نوجه افطري طبعا عايزه اقول لكم ان النور كان قاطع تمام والنور عندي بيقطع دلوقتي بطريقه فظيعه وبيقعد بالساعات يعني يعني هتشوفه على مدار الفيديو هيقطع كم مره بجد حاجه بقت ممله جدا بس يلا قدر الله ما شاء فعل بنرجع ونقول احنا احسن من غيرنا في حاجات كتير يعني الحمد لله في السراء والضراء الحمد لله هنا بقى يا قلب اختك هاخد بقى كوبايه النسكافيه دي واقعد بقى كده افطر في طرف القلب بصي لا لا نجا لما بتحب تروق على نفسها بتروق اليوم اللي بيكون ورايا شغل كتير بحاول اول ما اصحى ان انا اكافئ نفسي عشان ما احسش ان انا ايه اتمرمطت كده ووقتي ضاع الكلام ده فقعدت بره بقى كده وقعدت ألف في التليفون بتاعي واشوف ايه اللي ورايا وارد على الكومنتات وقعدت فطرت وبعد كده وانا في الضلمه برضو دخلت عملت الغدا الغدا كان عباره عن لحمه كده سلقتها تمام وعملت كمان رز بالشعرية طبعا عشان انا ولادي بيرجعوا من المدرسة جعانين جدا فقلت ايه اعلق على الاكل وبعد كده اخش اروق براحتي عشان لو جم في اي وقت يبقى كده تمام خصوصا ان انا نزلتهم المدرسة ورجعت بقى ايه رحت نايمة كده ساعتين فصحيت الساعة 11 كنت مستعجلة جدا ففطرت وانا بفطر رحت داخلة عملت الغداء وهنا بقى بقول لكم يلا بينا عشان هنروق بقى ايه غرفة رابونزر ونعمل كده فيها شوية ديكورات كده بسيطة وكنت جايبة كمان حاجات كده عايزة اوريها لكم يعني وتعالوا بقى مع بعضينا يعني اول حاجة بنات عايزة ارد على كم سؤال كده آه اتقالولي في الفيديو اللي فات اللي هو كان بتاع من حنه منطوها طه في ناس انا هوضح بس يعني انا مش برد عشان حاجه لا انا انا مجرد توضيح يعني بصي يا قلب اختك بيقعدوا يقولوا يا نوجة هو الحنه عندكم آه ليه الحنه بتكون قبل الفرح ب 11 يوم عشان في ناس عارفه ان فرح منا منا طه طبعا اللي ما يعرفش مين منا طه منا دي صاحبتي وهي صاحبتي على التيك توك هي تيك توكر كبيره يعني مشهوره جدا قناتها معديه ال مليون على تيك توك فبسم الله ما شاء الله يعني ما حدش ما يعرفش منا طه على التيك توك بالنسبه للناس بتوع اليوتيوب اكيد سمعتوا عنها يعني فليه يا نوجا في مصر الناس اللي بتحط الكومنت بتعمم بصي يا قلب اختك اي منطقه عندنا بيكون لها عادات او كل منطقه كمان بيفرق بين ان انت بلوجر ومشهوره وبين ان انت انسانه عاديه في مصر تمام او في اي مكان تاني البلوجر بيكونوا ليهم السيستم بتاعهم وليهم اوقاتهم في التصوير والسيشن والكلام ده كمان من عملت حنتها يوم واحد اتناشر والدخلة بتاعتها يوم اتناشر اتناشر هل ده طبيعي وده بيحصل في مصر؟ لا هو الطبيعي او العادي زمان كانوا بيعملوا الحنة وتاني يوم الدخلة تمام تمام في بقى من فترة كده يعني عملوا ايه بقى ان بقت الحنة وبعد كده ياخدوا يوم اللي هو الفاصل عشان العروسة ترتاح وبعد كده الدخلة يعني بين الحنة والدخلة هو يوم واحد الفاصل بين الاتنين تمام وده فئة كبيرة من المصريين ماشيين عليه دلوقتي لكن ان أنتي تعملي الحنه وتقعدي 12 يوم لا دي بيعملوها البلوجر ليه لان بيكونوا مظبطين بقى مواعيد القاعه مظبطين مثلا هي بيعملوا سيشن بيعملوا فيديوهات خلال ال 12 يوم دولت ده ده شغلهم غير ان أنتي حد عادي مش بلوجر فهماني تمام بالنسبة برضو لحنة من طه والناس قعدت تقول ازاي احنا الحنة عندنا في البلاد العربية الخليجية يعني بيكون الحنة البنات لوحديها وحنة الرجالة لوحديها انا عايز اقولك يا قلب اختك برضو عندنا هنا في مصر معظم العائلات بيعملوا الحنة بنات بس والحنة و و و والشباب او الرجالة بيبقوا مع بعض يعني لا الرجالة بتشوف بعض ولا الحريم بيشوفوا في بعض في الحنة في بعض المحافظات في بعض العائلات في مصر أنا حبيت بس أوضح كام حاجة علشان في ناس كتيرة بتقعد تسألني تمام بالنسبة بقى الحنة من نطاها كانت مختلطة ليه علشان كل الناس اللي جاية حنة من نطاها تلت تربع الفرح يمكن تسعين تسعين في المية من الحنة كانوا بلوجر وتيك توكر وناس مشاهير تمام آه، معظمهم مشاهير من على التيك توك في ناس من هنا على اليوتيوب وفي ناس على اليوتيوب والتيك توك زي وعايزه اقول لكم ان حنه منى طه من اجمل الحنات اللي انا حضرتها كانت تحفه آه، كل الناس اللي جايه حابه منا وهي منا انسانه عفويه جدا وطيبه جدا وعسوله ومحبوبه ودي اهم حاجه ان انت تكوني محبوبه في المجال اللي انت فيه تمام ومتواضعة جدا والناس كلها بتحبها كل الناس اللي جولها كانوا من مشاهير التيك توك برضو كل حساباتهم معدية الخمسة مليون واربعة مليون تلاتة مليون في ناس كتيرة جدا راحوا ناس كتيرة جدا لها اساميها في التيك توك فمش عايزة حد يستغرب ومش عايزة حد يعمم يعني يعني ايه يعمم يعني يقول إيه كل المصريين بيعملوا الحنة كذا هو كل المصريين دي افرحهم هو لبس الحجاب في الفرع غير لبس الحجاب في الوقت العادي بصي يا قلب اختك بالنسبة بقى للحجاب دي حاجة بيننا وبين رب العالمين انا ما اسمحش لاي حد ان يتدخل فيها عايزه تقولي نصيحه تقوليها بادب مش تقوليها بقله ادب او تقوليها بص العمره راحت فين بص انت مالكيش دعوه العمره راحت فين دي حاجه بيني وبين رب العالمين يا شيخه اكتبي ربنا يهديك ويصلح حالك وتظبطي طريقه لبسك مش عارفه تظبطي مش عارفه ايه لكن ايه ما تطلعيش بكومنت وتعملي لنا فيها شيخه من ورا من ورا تليفون لا يعلم بحالك الا الله لولا ستر الله عليكي يعني علينا كلنا لكنا بقينا في حته تانية خالص فانت عرفي اللي اللي مغطيكي هو ستر ربنا تمام فاحنا كنا بنطلع على الشاشات وكنا بنطلع آآ آآ ك كبنقدم محتوى وبتاع فانت ده ما دي كيش الحق ان انت تشتمي او تتنمري او تقولي اي كلمه متعجبنيش، اوكي انا كلامي للناس اللي بيكتبوا لي كومنتات سلبيه وانا طبعا ولا شايفاكوا ولا حساكوا ولا عايزاكوا وانا بعمل بلوك حتى يعني انا ما بديش وقت ان انا ارد عليكم دي حقيقه انا ما بديش لنفسي الوقت ان انا ارد عليكي وابرر لك اللي انا فيه لإن انت كونك اتفرجتي على الفيديو كله ودخلتي خدتي من وقتك وكتبتي كومنت وحش مش كومنت نصيحة مسلمة بتنصح اختها المسلمة ده كونك انت كده انسانة حقودة وحشة من جواكي جدا انسانة وحشة وحشة من جواكي ربنا يعينك على نفسك بجد لاني انا لما بشوف مثلا اي حاجة ما بتعجبنيش يا اما بقلب يا اما بعمل لصاحبة القناة دي بلوك خالص ما تظهرليش لو انا مش حباها لا اما لو انا حباها واتفرجت على فيديو الفيديو بتاعها كامل بخش اقول لها ايه بقول لك ايه يا قلبي كمان على الخاص مش بنصحها كده في العلن واقول لها اصلا الفلاحين ومش فلاحين يا ماما ده الفلاحين عايز اقول لك الفلاحين كلمه فلاحين دي فخر كلمه ان أنتي بتقولي أنتي فلاحه ده انت بتمدحي فيا مش بتزميني تمام فكلمه فلاحه دي فخر لاي حد ان هو يكون فلاح ابن فلاح لان انت ما اصلا ما تعرفيش الفلاحين لهم اصول وعادات وتقاليد انت لسه ما اطلعتيش عليها فاي حد بيكتب لي كومنت سلبي بعرف ان هو انسان حقود وانسان وحش من جواه فما بديش لنفسي وقت وافضل بقى ابرر الموضوع فبعمل بلوك في قلبه واخلص منه تمام يا قلب اختك فكبروا دماغكم اي حد يشوف عندي كومنت سلبي ولا تديها اهتمام ولا تردي لاني انا بمجرد ما بشوف الكومنت السلبي بعمل لها بلوك من على قناتي خالص ولا تخش تضايقيني ولا انا ضايق نفسي معاكي اصلا ما الموضوع مش مستاهل فهمتيني بقى قلب اختك انا حبيت بس اتكلم في الموضوع ده وان انا ازود في الموضوع ده علشان اي واحده ملهاش اي لازمه من ورا تليفون بتتكلم كلام ملهوش اي لازمه فربنا عينك على نفسك يا رب يعني انا حتى بدعيلك لك عشان انت انسانه حقوده <applause> تعالوا بقى اوريكم القمر قمر امر قمر أمر اللي انا جبته ده جبت طقم ملايات بقى يا بنات من عند ام يوسف حاجه كده ايه في القلب والله في القلب بصوا يا بنات انا بحب جدا ده مفرش مفرش اللي هو ايه مفرش للكومودينو و وملايتين متر وعشرين كمان معاهم الستارة بتاعتهم عايز اقول لكم ان القماشة قطن مدي على سنة قطيفة كده تحس ان انت فرشتي عايزينك فرشة مفرش كمان عملته أستيك عملت خليتها تفصله لي فعايز اقول لك بقى ان ما بيتعتعش من على بصوا بوريكم الأستيك يا جماعة بصراحة شغلها طب الطب آه، عايزه اقول لك كمان ان المفرش او الملايه الاستك آه، بتاعها عجبني جدا وما بتتعتاش يعني ولادك مهما انفرقوا على السرير ما, ما ما بتتحركش ايه الملايه يعني آه، بصوا حبايب قلبي انا بحب جدا 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 ادعم واشجع السيدات اللي بيكونوا شغالين من البيوت على مكنه خياطه بتعمل اكل بيتي عايزه تساعد نفسها وعايزه تساعد زوجها واولادها فلو انت حابه تشترى ملايات من ام يوسف او انت حابة تعمل لك اي ديزاينر عندها برضو شوية ملايات قطيفة مفارش دي ما تتقلش عليها ملايات بتاعة السرير, السرير الكبار وممكن عادي تتعمل لسرير الاطفال بس بجد والله تحفة 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 انا هبقى اقرب لكم الكاميرا ووريكم قد ايه خامة الملاية جميلة وجاية مظبوطة بقى ولا ضيقة ولا تشد الاستيك ولا الكلام ده لان هي عاملة الاستيك بيتهيالي من, من الاطراف بتاعة الملاية تمام هنا النور قطع تاني يعني النور قطع الصبح وانا كنت بفطر وبعمل الغدا بعد كده النور جه يعني قعد ساعة كده وجه دخلت صورت معاكم وانا بصور النور قطع يعني كده انا بصور في الضلمة تمام انا هفرش الملايات وهوقف تصوير وهستنى لما النور يجي علشان تشوفوا الملاية قد ايه جميلة عايزة اقول لكم والله العظيم مهما قعدت اقول لكم على قد ايه خامة الملاية دي نظيفة جدا 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 مش هقدر اوفي حقها بجد انا عايزة كل حبايب قلبي واخواتي اللي معايا هنا في القناة الناس اللي بتحب تكبر بالخاطر الناس اللي هم فعلا عايزين ملايات او عايزين ستاير للبلكونة عايزين ستاير للشقة عايزين ستاير للغرف عايزين ملايات بتعمل كل حاجة روحوا شجعوها وشوفوا اسعارها اسعارها حلوة جدا جدا ومناسبة لجميع الناس عندها جميع الاشكال عندها ستاير عندها آه منقوش قماشه آه منقوشه قماشه ساده قماش آه العمريه قماش قطيفه قماش قطن قماش عادي اللي هو الشعبي كل حاجه لها سعرها وكل حاجه هتلاقوها عند ام يوسف اسيب لكم رقمها اهم حاجه تروحوا تقولوا لها احنا جايين تبع نوجه بنت البلد وجايين عشان نفرحك فضلا منكم وليس امرا بصوا عايزه اقول لكم آه دي الستاره بتاعه الغرفه لسه مش هركبها دلوقتي بس حابه آه يعني ايه اوريكوا كده دي كده الميلاد بعد ما فرشتها وهنا بقى بصوا آه المفرش مع الـ مع الـ اسمها ايه الميلاد من شمنش منشن اسمها منشن من منشن يا بنات <applause> والله ما اعرف اسمها ايه المهم عايزه اقول لكم ان انا مبهوره جدا بالقماشه و... والالوانات بتاعتها رايقه اولاد وبنات ودي اهم حاجه عندي علشان ساعات يعني الغرفه دي بتاعت اولاد وبنات مش غرفه بنات بس يعني رابونزر ليها سرير واخواتها يونس وياسين ليهم سرير اما زياد السرير بتاعه بره فأنا طبعا شلت الستارة الزرقاء من هنا وأحطها فى أغسلة وبحطها في أوضة زياد أما بقى بالنسبة للستارة الثانية اللى هى دي اللى جاية مع الملاية خلاص أنا اعتمدتها تكون بتاعت غرفة رابونزر بجد تحفة 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 التقفيله كمان جميل جدا والستاره جميله بس طبعا لما حطيتها على الشباك عايزه اوريها لكم طلعت صغيره على قد الشباك يعني انا محتاجه جنب تاني فانا هبعت لام يوسف تعملي جنب تاني عشان يبقوا جنبين او حط إيه احط ايه رايكم احط ستاره شفافه من ورا بيضه كده ساده واعمل ده جنب كده واحد بس جايب كشكشه من على الجنب اكتبوا لي يعني في الكومنتات وقولوا لي وهنا النور كان جه رحت بقى فرشت الستاره وهنا عاجبني آه عجبني جدا المفرش اللي بين السريرين عامل جو جميل جدا وهنا بقى آه عايزه اوريكم قماشه انا بعمل لكم زوم عشان اوريكم قد ايه آه القماشه قطنيه جدا وفيها سنس قطيفه كده حاجه كده ايه في الجلب والله في الجلب آه كمان روقت المكتب بتاع رابونزر وطلعت الهدوم الشتوي وخ ودخلت الهدوم الصيفي وبحبكم قوي ما تنسوش تحطوا لايك وتروحوا لام يوسف